وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني التعاون في مواجهة جائحة كورونا والتصنيع المشترك للقاح في مصر. قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا ويؤكدون أن الحوار هو الحل لإنهاء النزاع. ماكرون يقول إن الدول الأوروبية تمكنت من وضع استراتيجية موحدة للتصدي لكورونا. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي هاتفياً أوجه العلاقات الثنائية والدفع قدماً بكافة مجالات التعاون اتساقاً مع الفرص والإمكانيات المتاحة بالبلدين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلدين للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجدة وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر. كما تم التطرق كذلك إلى الحديث بشكل مطول ومعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده، فضلا عن التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المقبلة إلى القاهرة. وفي ختام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان، التقى وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي برئيس جنوب السودان سيلفا كير، حيث نقل الوزير تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة ماضية تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين. وخلال اللقاء أكد عبد العاطي على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة. وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع للدورة 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وتم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وبدورها قالت وزيرة التجارة نيفين جامع إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والعلمية، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية بالاقتصادين المصري والروسي على حد سواء. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين. وأكد المركز أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قائمة ومستمرة في تقديم كافة خدماتها الطبية، وذلك بجميع محافظات الجمهورية لنحو أكثر من 56 مليون و883 ألف مواطن، مشددة على أن الهيئة أجرت نحو 92,131 عملية جراحية بنسبة بلغت نحو 96% من الإنجاز، وذلك من إجمالي العمليات الجراحية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.
تواصل وزارة الداخلية توجيه قوافل مساعدات عينية وطبية وخدمية وإنسانية للمناطق الحضرية الجديدة والأكثر احتياجاً، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لدعم مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد. وإحنا خلال السنوات القليلة القادمة والحكومة بتجهز نفسها بشكل جيد جداً من أجل حياة كريمة لما يقرب من 58 مليون إنسان وإنسانة، بنسعى إن إحنا نغير للأفضل. توفير حياة كريمة للمواطنين هدف تسعى الدولة لتحقيقه بمشاركة كافة قطاعاتها. من هنا تواصل وزارة الداخلية إسهاماتها الفعالة لتحقيق هذا الهدف من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. فتحت مظلة هذه المبادرة واصلت الوزارة توجيه قوافل من المساعدات العينية والإنسانية والخدمية والطبية إلى المناطق الأولى بالرعاية في القرى والأحياء والنجوع، فضلاً عن المناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية. وتشهد تلك القوافل إقبالاً من المواطنين في المناطق المستهدفة للاستفادة من المساعدات المتنوعة، بداية من إجراء الكشف الطبي على المواطنين مجاناً في كافة التخصصات، إلى صرف الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج لذلك، حيث تعد القوافل الطبية التي ترسلها وزارة الداخلية فرصة لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأولى بالرعاية والحضارية الجديدة. جينا كشفنا وخدنا العلاج وما دفعناش أي حاجة، مية مية يعني. كشفوا علي ما خدوش أي حاجة وعطانا العلاج. هو علاج مجاني وكشف مجاني والبركة في الريس ومن وراه وكلكم الحمد لله. كما تم تخصيص عبوات تحوي سلع غذائية متنوعة تم توزيعها على المواطنين الذين تم استقبالهم في أماكن خصصت لهذا الغرض، روعي فيها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. وقد أشاد المواطنون بتلك المبادرات والإسهامات الكبيرة من وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عنهم. جانب آخر من قوافل وزارة الداخلية خصصت لتقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال سيارات مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية إلى المناطق الحضارية الجديدة والأولى بالرعاية لاستخراج مصدرات القطاع من خلالها في سهولة ويسر. جينا عملنا البطاقة وما خدناش أي حاجة وكل حاجة كويسين، ويعيش السيسي لينا وربنا يخليه. يا ريتها كل سنة تتكرر القافلة دي، ونشكر الريس ونشكر كل اللي حاضرين معانا. من خلال تلك المساعدات تعمل وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتساند الأسر المصرية في توفير احتياجاتها، وهو ما يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين عبر مبادرة حياة كريمة، وفي إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية والذي تحرص دائما على تفعيله. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري، مشددين على أن الحوار هو الحل الأمثل لإنهاء النزاع بين الأطراف الليبية. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القادة الأوروبيين حول العلاقات الخارجية، وأشار البيان إلى الأهمية التي يوليها الأوروبيون لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا برعاية من الأمم المتحدة، منوهين بضرورة أن تجرى الانتخابات المتفق عليها في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل، وأن تكون نتائجها مقبولة من جميع الأطراف. أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن المجتمع الدولي أظهر في برلين دعمه الواسع لانتخابات 24 من ديسمبر والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار. وأوضح نورلاند أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة الالتزام بسيادة واستقلال ليبيا، مشددا على أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء من خلال الأمم المتحدة لدعم الاستعدادات للانتخابات وسحب القوات الأجنبية المرتزقة.
وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، وافق على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف يقدر ب 3900 ليرة للدولار، وذلك بدلا من سعر الصرف السابق البالغ نحو 1500 ليرة. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع أسعار البنزين للمستهلكين، لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعوم يقل عن القيمة الفعلية في الأسواق. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد عقد اجتماعا أمس مع وزير المالية والطاقة وحاكم مصر في لبنان، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي أن الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاما من الفوضى والفساد، مؤكدا أنه اختار طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات بيئية أمنة. وقال القاذمي إن بلاده واجهت عاما من التحديات ومحاولات لعرقلة عملية الإصلاح، ومزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في بلد لا يزال يعاني أثر سنوات من الحرب والدمار ويسعى لتعويض ما فاته بقوة بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي والدولي دون استدراجه لحروب بالوكالة، أطل رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي على شعبه بحديث أوجز ما شهدته فترة حكومته التي تخطت عامها الأول. بداية المكاشفة كانت بالتأكيد على اختيار طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات آمنة بعد 17 عاما من الفوضى والفساد. أنا اخترت الطريق الثالث، هو طريق الاحتواء وأطفاء النيران. النيران في كل الجهات، في كل الأماكن، واحتواء الجميع للوصول لانتخابات توفر بيئة آمنة إعادة هيبة الدولة. كما شدد القاضمي على أن حكومته واجهت تحديات كثيرة لكي تحافظ على دماء العراقيين بعد أن كانت على حافة حرب أهلية أو أخرى خارجية، وليس للعراق بها ناقة ولا جمل. العراق كان مقبل أو على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمة في المنطقة. لهذا السبب أتينا بها الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للأمل. مع كل هذا قبلنا التحدي وأن نكون خدام لهذا الشعب العراقي العظيم. سنة من التحديات، سنة من المحاولات لعرقلة أي خطوات للإصلاح، سنة للتشكيك بأي قدرات بهالحكومة، سنة من التحديات لإعاقة الإصلاح الاقتصادي والإداري في البلد. وضع اتخذت الحكومة على أثره قرارات جريئة استعرضها القاضمي في معرض مكاشفته، مؤكدا أن حكومته كانت حاسمة في بلد يحتاج إلى عودة عاجلة لوضعها الطبيعي وإعادة بناء مؤسساتها على أرض صلبة. تحديات اعتبرها القاضمي سلم صعود لطموحات أكبر مما أنجزته حكومته من إجراءات للإصلاح الأمني والاقتصادي، مشددا على أن العراق والعراقيين يستحقون الإخلاص والتضحية. يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا مشاورات تشكيل الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف رئيس الوزراء المستقيل عبد العزيز جراد بتصريف أعمال الحكومة حتى تعيين حكومة جديدة، متقدما بالشكر للحكومة على مجهوداتها بمختلف المجالات. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور دلتا الأشد عدوى والذي تسببت بإعادة تفشي الفيروس في بريطانيا منذ أسابيع قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات. هذا وأشارت المنظمة إلى أن الصيف الحالي يمثل خطورة كبيرة في حال لم تتخذ تدابير لكبح الفيروس. وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنهم قلقون من انتشار متحور دلتا، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أن وباء كوفيد-19 يسجل حاليا ويسجل ارتفاعا نسبيا في الإصابات الجديدة في العالم بعد أن تراجعت لأدنى مستوياتها منذ فبراير وانخفض عدد الوفيات. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إن اللقاحات التي اعتمدتها الدول الأوروبية ضد فيروس كورونا أثبتت فاعليتها. وأضاف ماكرون خلال قمة أوروبية بالعاصمة البلجيكية بروسل
إن الدول الأوروبية تمكنت من وضع استراتيجية موحدة من أجل التصدي لجائحة كورونا، لافتا إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي ناقشت عددا من الملفات الأخرى البارزة. Il n'y avait pas de consensus pour qu'il y ait un sommet rapide. À mes yeux, ça n'est pas un drame du tout. Ça n'est pas un drame. قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها أجازت الاستخدام الطارئ لعلاج أكتيمرا لعلاج مرضى فيروس كورونا في المستشفيات. وقالت إدارة الغذاء والدواء إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعية أو أكسدة غشائية خارج الجسم. وقالت شركة جانتك المطورة لعقار أكتيمرا في بيان لها إن ترخيص الاستخدام الطارئ يستند إلى نتائج 4 دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة قيمت فاعليتها على أكثر من 5500 مريض بالمستشفيات. أشارت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا ربما بدأ الانتشار في الصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد. هذا وقال الباحثون إن أكثر الاحتمالات ترجيحاً هو ظهور الفيروس في 17 من نوفمبر 2019 وانتشاره عالمياً بحلول يناير 2020. وذكرت دراسة مشتركة نشرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية في نهاية مارس، ذكرت أنه ربما كانت هناك حالات إصابة بشرية متفرقة قبل ظهور حالات ووهان. كورونا قصة وباء بدأ من سوق محلية ليعصف بموازين العالم ويعيد ترتيب أوراقه وأسلوب حياته. البداية من 31 من ديسمبر عام 2019 عندما أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن حالات الإصابة بمرض وصف بأنه سلالة جديدة غامضة من الالتهاب الرئوي ولم يكن لها حتى اسم. ومع الانتشار واسع النطاق داخل الصين وخارجها بدأت نفحات الجائحة تلوح في الأفق وعرف المرض بكورونا وسمي الفيروس بكوفيد 19. فاجعة قلق أصابت العالم وحددت إقامته رغم أن قرارات الإغلاق الرسمية لم تبدأ على نطاق واسع إلا في مارس لتختفي أحداث الصراعات والنزاعات والإنجازات من على شاشات التلفزيون وعناوين الجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي ويحل محلها أخبار الفيروس التاجي. إصابات ووفيات، إغلاق وقيود، سباقات ولقاحات، ومن بينها جميعاً إجراءات احترازية ملخص مشترك لمشاغل عالم بأسره خلال أكثر من عام، عالم لحق به أضرار اقتصادية غير مسبوقة وانهارت فيه أعتى المنظومات الصحية. واليوم بات الوضع أفضل من ذي قبل، تأقلم وتعايش لحقته عودة شبه طبيعية لمظاهر الحياة في أغلب دول العالم بفضل تلقي الملايين جرعات اللقاحات المختلفة والتي أثبتت فعاليتها في التصدي للجائحة بنسب مقبولة. ورغم أن أكثر من عام مضى على هذه الأيام العصيبة إلا أن دولاً كثيرة ما زالت تخضع لقيود ضد كورونا، بينما بدأ تخفيف التدابير بالكاد في بعض الدول الأخرى على نحو تدريجي مع استمرار تسجيل أعداد إصابات كبيرة وتحور الفيروس لسلالات جديدة. ولأن لكل أزمة وجهين سيتذكر العالم تلك الجائحة يوماً ما بمصاعبها، لكنه أيضاً لن ينسى ما جناه من خبرات وتجارب جديدة غيرت مجراه وعززت قدراته في وقت قياسي. وتبقى اللقاحات والإجراءات الاحترازية هما عنوان النجاة إلى بر الأمان. أعلنت كوريا الجنوبية تطعيم قرابة 15 مليون شخص أو 30% من مجمل عدد السكان بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك منذ أن بدأت حملة التلقيح الوطنية في أواخر فبراير الماضي. وأفادت السلطات الصحية بأنه من بينهم تم تلقيح 4.4 مليون شخص، ما يمثل 8.6% من مجمل السكان بجرعتين. وتوفر الحكومة الكورية حاليا لقاحات من مختلف شركات الأدوية العالمية لتلقيح ما يقرب من ضعف عدد سكانها البالغ 51.3 مليون نسمة، ولكنها تكثف كذلك العمل لتطوير لقاح محلي استعدادا لمعركة طويلة ضد الجائحة.
أمرت السلطات الأسترالية بفرض حجر على 4 أحياء في وسط سيدني في محاولة لكبح انتشار متحورة دلتا شديدة العدوى. كما أمرت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز أي شخص أقام أو عامل خلال الأسبوعين الماضيين في الأحياء التي سجلت فيها الحالات بالالتزام في المنازل، مشيرة إلى أن الموظفين العاملين في حي الأعمال في المدينة مشمولون بالقيود بسبب مخاوف من أنهم قد ينشروا الفيروس في أنحاء المدينة. نشرة السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. بلينكن يقول إن واشنطن تقيم جدية حركة طالبان بشأن إنهاء النزاع في أفغانستان. استبعد الاتحاد الأوروبي إمكانية عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم توافر الشروط اللازمة، وقالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إنه لم يكن ممكنا الاتفاق على ضرورة أن يتم اللقاء فورا على أعلى مستوى. من جهته أوضح رئيس ليتوانيا جينتاس نوسيدا أن الأمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الأوروبيين لا يرون تغييرا جذريا في النهج الروسي. dass wir sozusagen dem Ende der Pandemie schon entgegensteuern. Wir haben Fortschritte durch das Impfen. أعرب الكرملين عن أسفه لقرار قادة الاتحاد الأوروبي برفض مقترح ألماني فرنسي لاستئناف اجتماعات قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قال إن بوتين كان ولا يزال مهتما بإقامة علاقات عمل مع موسكو والاتحاد الأوروبي. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تعمل على تقييم ما إذا كانت حركة طالبان جادة بشأن إنهاء النزاع في أفغانستان. وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي في باريس أن محاولة طالبان السيطرة على أفغانستان بالقوة لا تتسق مع جهود إحلال السلام. أكدت أفغانستان استعداد منطقة أندخوي في إقليم فاردياب الشمالية وتحريرها من قبضة حركة طالبان الإرهابية. وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن تقاتل مسلحي طالبان لاستعادة جميع المناطق التي يسيطر عليها مؤخرا عناصر من حركة طالبان. هذا وتتصاعد وتيرة أعمال العنف بشكل كبير في أفغانستان وسط جهود السلام الجارية، وآخرها زيارة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غاني يرافقه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. قالت خدمات الإنقاذ في التشيك إن إعصارا قويا نادرا اجتاح جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة المئات. وأكدت خدمة الإنقاذ في التشيك أن الإعصار ألحق أضرارا بالغة ب7 بلدات وقرى، وتحولت مبان بأكملها إلى أنقاض، وتضررت مئات السيارات، وتركت أكثر من 120 ألف أسرة بدون كهرباء. هذا وقد تم إمداد رجال الجيش بنحو 360 رجل شرطة إضافي إلى المنطقة. شب حريق في مركز للتدريب على الفنون القتالية في الصين، ما أسفر عن مصرع 18 شخصا. وقالت إحدى وسائل الإعلام الحكومية إن معظم الضحايا أطفال كانوا يقيمون في المركز. وأكدت السلطات الصينية أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، بينما تم إلقاء القبض على مسؤول المركز. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية المحمدية التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود مبادرة حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.
قرية المحمدية من القرى البعيدة عن المستشفى المركزي، مستشفى فصار المركزي، ودي طبعا بتبقى من الأماكن لها أولوية إن احنا نستهدف القوافل. القوافل العلاجية بتقدم النهاردة خدمة العيادات، معانا حوالي 12 عيادة تخصصية بالأخصائي، معانا العلاج اللي بيدعم كل التخصصات دي، معانا المعمل فيه أكثر من 40 تحليل، معانا الأشعة العادية، معانا الأشعة السونار، كل الفحوصات دي اللي بتساعد الطبيب إنه يوصل للتشخيص صح ونقدر إن احنا نقدم خدمة متكاملة. بنقدم الكشف للمواطنين من خلال أطباء أخصائيين واستشاريين، هدفنا إن احنا نقدم خدمة طبية متميزة، بندعم الكشف دون بالعلاج اللي بنقدمه بشكل مجاني للمواطنين. الصيدلية النهاردة فيها حوالي 150 صنف من الأدوية، بالإضافة للعلاج احنا بندعم المريض بالأشعة وبالتحاليل اللازمة. ولمزيد من المتابعة لفعاليات الأعمال في مبادرة حياة كريمة، معنا الأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صنع الخير. أستاذ مصطفى، كيف تقيم وتيرة العمل بمبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها وحتى الآن من حيث نسب الإنجاز، الفئات المستهدفة، القرى المشمولة ضمن المبادرة؟ الحقيقة يمكن العمل بشكل يومي في كل القرى المستهدفة، أكثر من 1500 قرية في 52 مركز على المرحلة الأولى، وبيتم بشكل يومي متابعة التنفيذ أو نسب التنفيذ من الشركات والمقاولين المحليين اللي يمكن بيتم التنسيق معهم في كمان فتح خطوط إنتاج لتوفير كافة المستلزمات للصرف الصحي أو تجديد شبكات المياه وتطوير المدارس أو مكاتب البريد. وكمان يمكن دلوقتي بيتم العمل على عمل إحصائية لكل الأسر الأكثر احتياجاً لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي في توفير فرص عمل أو مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. فوتيرة العمل أو النسب الموضوعة في الخطط الاستراتيجية للمشروع في 3 سنوات بتعمل يمكن يومياً بالنسب الموضوعة والنتائج يمكن في طريقة التنفيذ أو التسليم كمان سواء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو وزارة الإسكان، بيتم ايضا بشكل ايجابي وبشكل يومي. طيب ابرز المجالات التي يعني اثبتت الدراسات انها الاكثر احتياجا عند البدء في تنفيذ المبادره باي قريه من القرى الريف المصري؟ هو الحقيقه بيتم الاختيار حسب معدلات الفقر، القرى الاكثر من 70% في معدلات الفقر بيتم البدايه بيها، ثم دراسه القرى المستوى الفقر فيها من 50 ل 70%، وده تم وضع له خطه منذ البدايه او في المرحله الاولى في جنوب الصعيد ووسط الصعيد ايضا، او بشكل عام في محافظات الصعيد هي كانت الاكثر احتياجا والاكثر تدخلات في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وايضا التدخلات الطبيه. ويمكن احنا النهارده وبالامس في قاف بين معظم المؤسسات سواء من صناع الخير او من حياه كريمه او من مجلس الوزراء، لجنه طبيه ولجنه الاستشارات الطبيه، وايضا الجامعات المصريه جامعه طنطا بالامس وجامعه المنوفيه والجامع الجنوب الوادي وجامعه اسيوط، كل الجامعات المصريه بدات تعمل بشكل تشابك وتعاون مع وزاره الصحه ومع الجامعات الاهليه الكبيره، اكثر من 23 جمعيه اهليه بتعمل ليل نهار دلوقتي في الحصر وتسليم المشروعات وتقديم الخدمات الطبيه. فالقرى معمول لها خطه مدروسه من اللجنه الوزاريه في مجلس الوزراء، وايضا متابعه دقيقه من وزاره التخطيط والتضامن الاجتماعي والتنميه المحليه، بحيث يتم تدخل في القرى بالاولويات وباعلى في نسب الفقر.
نعم أستاذ مصطفى، يعني جهات متعددة بتشارك في هذه المبادرة، جهات حكومية وأيضا كما ذكرت الجامعات، جهات علمية، وهناك المجتمع المدني. أوجه المساعدة أو يعني ما يقدمه المجتمع المدني في هذه المبادرة؟ المجتمع المدني بيقوم بالتعاون والتشبيك مع كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وحصر ودراسة ميدانية لكل الأسر الأكثر استحقاقا حتى يتم ليهم تسليم مشروعات أو رفع الوعي أو متابعة للرقابة والجودة لكل المشروعات اللي يتم تنفيذها والاستمرارية في تقديم مشروعات صغيرة ومتناسقة. هل هناك قرى تحتاج فقط إلى بنية تحتية وسيتم غض النظر عن المشروعات الاقتصادية اللي ممكن أن تساعد الأسر بها، أم سيكون المشروع شامل بنية تحتية مع مشروعات اقتصادية؟ لا، الحقيقة بيتم الاثنين مع بعض في المشروعات البنية الأساسية والبنية التحتية، ويتم التعامل على إمداد القرى بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجوار ايضا الخدمات الطبيه. هناك بعض القرى تحتاج تدخلات في العمليات التعليميه وتجديد شبكات الاتصالات وتزويدها باعلى معدلات الانترنت في المناطق الحدوديه او المناطق النائيه، وايضا في بعض القرى الاخرى تحتاج الى تدخلات في مجمعات وانشاء مجمعات حكوميه موحده بيتم مراعاه الاكواد فيها وتطوير المستشفيات او الوحدات الصحيه لانها هي على قرب من دخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل. هناك بعض القرى الأخرى تحتاج إلى إضافة خطوط إمداد لشبكة الكهرباء، ويمكن السيد معالي وزير الكهرباء أعلن عن توفير 70 مليار جنيه لقضية دعم القرى ببعض الشبكات أو تزويدها ببعض شبكات الكهرباء، أو أن يكون لكل قرية مزودة بخطين كهرباء مختلفين بحيث لو تم فصل التيار الكهربائي في أي وقت ما يتمش حرق أو افساد لكل الاجهزه الكهربائيه الموجوده، وده كان بيعاني منها بعض القرى بشكل كبير. قرى اخرى بتعاني من الطرق ونقاط الاسعاف او بعض الحرائق اللي يمكن بتحصل من بعض المحاصيل الزراعيه، فبيتم العمل على التدخلات الخاصه بالامان، معدلات الامان في الانشاءات والبيوت داخل القرى. إذن كل قرية طبقا لاحتياجاتها. أستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. نظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية خاصة بالمبادرة الرئاسية نور حياة بقرية الشنطور بمركز سمسطة بمحافظة بني سويف، وذلك لإجراء الكشف الطبي على المواطنين عن مسببات الضعف وفقدان الأبصار. تستهدف القافلة توفير كافة الخدمات لهم مجانا لعلاج أمراض العيون وتحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه إلى المستشفيات التابعة للمبادرة، وذلك من خلال المحافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانا وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد. أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات المؤشر الأساسي لنجاح منظومة التعليم الطبي المهني. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان لمتابعة البرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية. ووجهت وزيرة الصحة باستحداث تخصصات زراعة الكلى والكبد والنخاع ببرنامج الزمالة لتلبية احتياجات المرضى في التخصصات الدقيقة. وأكدت هالة زايد على أهمية تطوير المجالس العلمية وثقلها بالكوادر الطبية المتميزة، موجهة بتخصيص حوافز مادية للأطباء المؤهلين في التعليم الطبي المهني. التقى أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التقى مع رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي عوض الكتيبي، وذلك لدراسة التعاون وتشارك الخبرات بين الطرفين في مجالات الخدمات الطبية المتميزة. جاء ذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي في دورته 46 والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي. وتطرق اللقاء إلى عدة محاور أهمها تكوين مجموعة عمل استراتيجية مشتركة بين الهيئتين مهمتها التنسيق الدائم في كافة المجالات المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية المتميزة، وكذلك إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات بين الطرفين خلال الفترة القادمة.
استعرض وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار تقريرا حول متابعة تنفيذ خطة الوزارة للبحوث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء واللحاق بالثورة الصناعية الرابعة. أوضح التقرير أن وزير التعليم العالي كلف أكاديمية البحث العلمي بتبني خطة تنفيذية متكاملة للبحوث والتطوير والابتكار لدعم جهود الدولة نحو اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن الأكاديمية أطلقت ودعمت عدة مبادرات لتحقيق استراتيجية الوزارة لعام 2030 وبدء تنفيذ هذه المبادرات بالفعل. التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار بوفد من شركة دي ام جي موري الألمانية الرائدة في تصنيع ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمية، وذلك لبحث أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وكافة مجالات التنمية المختلفة. وخلال اللقاء أشاد عبد الغفار بالتعاون المثمر والبناء مع الشركة الألمانية باعتبارها إحدى الشركات المهمة في مجال تصنيع ماكينات التصنيع والتشغيل في العالم. كما أكد وزير التعليم العالي اهتمام الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل المعرفة ودعم البحث والتطوير والإبداع، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تحفيز الشراكات الرائدة من أجل إقامة العديد من الجامعات التكنولوجية وتنمية الكوادر البشرية في مجال التعليم الفني والتحول الرقمي، وذلك وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. شددت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه. وخلال زيارتها للمركز أضافت الوزيرة أنه من المهم أن يكون هذا المركز هو مقصد أساسي لكل من يرغب في الحصول على المعلومات عن الهجرة والعمل بألمانيا. كما أكدت وزيرة الهجرة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم. أكدت غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أنه في العام الماضي تعاطى ما يقدر ب 275 مليون شخص المخدرات حول العالم، وأكثر من 36 مليون منهم يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات حاليا. وقالت والي في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها، قالت إن تعاطي المخدرات تسبب وحده في وفاة ما يقرب من 500,000 شخص في عام 2019، مشيرة إلى أن الوعي بالمخاطر والرعاية والوصول إلى العلاج سيساعد في منع مثل هذه المآسي. تتواصل الاستعدادات لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52، ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 30 من يونيو وحتى 15 من يوليو القادم بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات. We'll be right back.
افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ أسوان أشرف عطية افتتح فعالية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة دورة النيل، والذي يقام في الفترة من 24 وحتى 29 من يونيو الجاري. وشهدت فعاليات المهرجان قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتكريم رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي بمنحها جائزة إيزيس الكبرى للإنجاز في مجال قضايا المرأة. مهرجان بيلتحم بالجماهير، وده في حد ذاته سياسة موفقة في أن المهرجان وسط الناس لمشاهدة مجموعة الأفلام سواء المحلية أو الدولية. طبعا مدينة أسوان هي في حد ذاتها من المدن اللي المفروض يبقى فيها فعاليات كتير لموقعها وسحر جمالها. دوره المجتمعي أنا بعتبره أهم دور، الورش اللي احنا بنقيمها لتعليم الشباب والشابات في أسوان كيفية صناعة فيلم، إذا كان وثائقي دوكيومنتري دوكو دراما أو فيلم طويل. الحمد لله دي الدورة الخامسة لينا، وبقى عندنا أفلام بتشارك في مهرجانات عالمية، وده أنا بعتبره أهم دور مجتمعي بيقدمه مهرجان أسوان. نظمت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي لأول مرة حفلا للميزو سوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني، وأقيم الحفل بعنوان رحلة البحر المتوسط بمصاحبة أوركستر لكورد كروازي، ويضم مجموعة من العازفين المصريين والفرنسيين. ان احنا نقرب الثقافتين الغربية والشرقية، فالأوركسترا هتلاقي الأوركسترا ميكست، او يعني ميكست بين موسيقيين شرقيين التخت الشرقي وموسيقيين غربيين. توزيعات احمد الموجي هو اللي عملها لنا، يعني احنا بنقدم اغاني غربية زي مثلا مقاطع من اوبرات مشهورة من اوبرا كارمن، اوبرا شمشون ودليلة، وفي نفس الوقت برضو اغاني الفيروز والدليدة والاسمهان كلها بتوزيع غربي شرقي. في لحن منه هنلاقي اغنيه مشتركه لعبد الوهاب مع مؤلف فرنسي، فحاولنا نترجم الـ 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 الروابط اللي موجوده، وطبعا مع فيروز اغاني الفيروز. فهي فكره الحفل بشكل عام عن موسيقى البحر المتوسط، عن الروابط اللي موجوده الموسيقيه والفنيه ما بين دول البحر المتوسط. تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب محرم فؤاد الذي ولد في 24 من يونيو عام 1934. محرم فؤاد أحد كبار نجوم الطرب، استطاع أن يجد له مكانا مميزا بين عمالقة الطرب منذ أن اكتشفه المخرج هنري بركات وقدمه في فيلم حسن ونعيمة لأول مرة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. والآن مشاهدينا نحن على موعد مع أخبار المال والأعمال. وآية الكفوري أهلا بك يا آية. شكرا سحر، شكرا أحمد، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أكد وزير المالية محمد معيط أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنا خلال العام المالي الحالي نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة. وخلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر الفيديو كونفرنس، أضاف معيط أنه من المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي وفائض أولي 1.1% وخفض العجز الكلي إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على أكبر اقتصادات العالم.
شهد وزير التموين علي المصلحي ومحافظ السويس عبد المجيد صقر توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء منطقة لوجستية تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين. وصرح وزير التموين بأن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات ضمن برنامج زمني يشمل 600 مجزر. وخلال لقائه وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ دمياط وعدد من المسؤولين لاستعراض معدلات تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر، أوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة 1,600,000,000 جنيه، وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية وأيضا الصحية الخاصة بتلك المجازر. وإلى أسواق المعادن، أن في ساحة حيث ارتفع الذهب صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في 4 أسابيع بدعم من أداء ضعيف للدولار، ليرتفع بنسبة 2% إلى 1779 دولارا و50 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فارتفعت أسعار الذهب بمقدار 3 جنيهات ليسجل عيار 18 نحو 664 جنيها، وعن عيار 21 وصل السعر اليوم إلى 775 جنيها، ولمس عيار 24 سعر وصل إلى 885.06 جنيها. أما الجنيه الذهب فوصل سعر اليوم إلى 6,200 جنيه. أما عن أسواق البترول العالمية، صعدت أسعار النفط اليوم وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بفضل توقعات بضعف الإمدادات. وارتفعت العقود الأجلة للخام برنت 6 سنتات أو ما يعادل 1%، ووصل السعر اليوم إلى 75 دولارا و62 سنتا للبرميل. أيضا زادت العقود الأجلة للخام الأمريكي 5 سنتات أو ما يعادل 1.1%، ووصل السعر اليوم إلى 73 دولارا و35 سنتا للبرميل. أكدت كريستي لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي لزعماء الاتحاد الأوروبي بأن منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، لكنها ما زالت تحتاج إلى استمرار الدعم المالي والنقدي حتى لا تترك جائحة فيروس كورونا أثارا دائمة. وأضافت لاغارد خلال مشاركتها بقمة الاتحاد الأوروبي أن النتاج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يتعافى وسيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من 2022. A pickup in consumer spending, strong global demand. توقع بنك أوف أمريكا أن يظل التضخم الأمريكي مرتفعا لمدة 2 إلى 4 أعوام، وذلك على عكس ما أعلنته مؤسسات أخرى من أن التضخم مؤقت. ويشير بنك أوف أمريكا أن التضخم سيظل في نطاق 2 إلى 4% على مدى 2 إلى 4 أعوام القادمة. يذكر أن التضخم الأمريكي بلغ 3% في المتوسط في 100 عام فائتة و2% في الفترة من أول 2010 وحتى نهاية 2019، لكنه يسجل معدلا سنويا 8% منذ بداية 2021. كشف مصح أمريكي أن معنويات المستهلكين الأمريكيين ارتفعت خلال يونيو الجاري، وصعد مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين إلى 85.5 نقطة، وذلك من 82.9 نقطة في مايو الماضي، ويقل ذلك عن متوسط التوقعات البالغ 86.5 نقطة. إلى هنا مشاهدينا انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى سحر ناجي وأحمد عبد الصمد. شكرا لكم. شكرا لك يا آية الكفوري. استطاع جرو صغير أن يحتل مساحة كبيرة من حياة صديقته التي تصحبه معها بكل مكان لخفة ظله، ويرفض الجرو الصغير أن تتركه صديقته وحيدا نظرا لحبه للتنزه بالسيارة واللعب مع ماسح الزجاج ومحاولة الإمساك به. Café galimpado aqui. Você não está vendo, não, Marilene? Vai comer, você vê.
وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية أخبار السادسة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني التعاون في مواجهة جائحة كورونا والتصنيع المشترك للقاح في مصر. قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا ويؤكدون أن الحوار هو الحل لإنهاء النزاع. ماكرون يقول إن الدول الأوروبية تمكنت من وضع استراتيجية موحدة للتصدي لكورونا. وإلى هنا تنتهي نشرة السادسة. دمتم في رعاية الله وأمنه.